والله إني أسأل أصحاب الهموم يا أخي وينك عن ربي؟ أن تعتقد بعضنا يعتقد أن فرج همه في يد فلان أو يشفع له فلان أو يقوم معها فلان. يا شيخ اذهب إلى رب الناس، ملك الناس، إله الناس، يكفيك الهم كله وتأتيك الأرزاق من غير ما تدري. وعلاقة بعضنا بالصلاة ضعيفة، ولذلك علاقة بالسعادة ضعيفة. على مستوى إقامتك للصلاة تقوم السعادة في حياتك، وعلى مستوى ضعف الصلاة ينكسر المقياس الجميل للسعادة. ولذلك أحبابي إذا جاك واحد في الصبح ما تلاحظون بعضهم تقول متمضمض بليمونه جزاه الله خير وماط شفتيه ومقطب جبينه ويزفر ويتكلم مع أنفه، أبو فلان عسى ماشر، قال تراها واصلة لين هنا، اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين. ليه يا شيخ؟ ثم تسأله صليت الفجر في جماعة؟ يا شيخ حل عني، لا ماني بحل عنك، بسأل. إذا لم تصلي الصبح في جماعة فأنت في صباح اليوم هذا لست في ذمة الله، فإذا كنت لست في ذمة الله والله يكون ذاك اليوم أشقى يوم عليك، لأن اللي ليس في ذمة الله ما في خيار، يا في ذمة الله أو في ذمة الشيطان، ففي أي الذمم أنت؟ ولذلك تجد أصحاب النفوس المنشرحة، الوجوه الطلقة، الوجوه المبتسمة، الحامدين، الذاكرين، الشاكرين، المسفهلين، هم أصحاب الصلاة. لماذا؟ ركعوا لله، سجدوا لله، فأفرغ على قلوبهم الأنس، مو بفرغ المال في جيوبهم، لا، أفرغ الفرح والسرور والحضور إلى قلوبهم، فهم أسعدنا، أسعدنا. وإذا ضاعت الصلاة لا تسأل ذاك المهموم عن همه. بعض الشباب يقول أنا أبويا بيدرس وأبي الجامعة وعشان أتوظف وأمن مستقبلي. يا ولدي مستقبلك بيد الله وأنت غايب عن الله، من وين أجيب لك مستقبل وأنت غايب عن من بيده المستقبل وبيده السعادة والشقاء؟ ولذلك أحبابي الصلاة قرة عين للمتقين أمثالكم، قرة عين للذين إذا حزبتهم الأمور وضاقت عليهم وضاق صدره توضأ وقال الله أكبر وأعلن أن الله أكبر، أكبر من همك وأكبر من دينك وأكبر من مرضك وأكبر، سبحانه هو الكبير في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته، هو الله. الله ليس له حاجة في أن يعذب عباده، ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم. ولذلك الله كريم، رحمته وسعت كل شيء، كل شيء، لكن الله لا يكتبها أي السعادة والرحمة إلا للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الآية ومن أعظم مظاهر التقوى الصلاة، وكل واحد منا أحبابي عارف نفسه في الصلاة، بعضنا يرقشها رقش ما شاء الله وينقرها نقر ويسرع فيها، وبعضنا ما يصلي إلا المغرب والعشاء والظهر، أبو فلان العصر قال والله جاي من الدوام، الفجر قال والله ما بعد قمت من النوم، الله يمسيك بالخير. تصور لو أن رواتبنا يخصم منها على عدد عدم على ترك صلاة الفجر والعصر، كم بيبقى من رواتب بعضنا؟ ولا ريال، ولا ريال، لأنه مخصوم عليه لغيابه عن صلاة الفجر. وأنت تخصم عليك يمكن ما يخصم المال لكن تخصم البركة، أنت غائب عن الله، والرزاق ذو القوة المتين هو الله. وللمعلومية أكبر أسباب الرزق الصلاة، والله إن أكبر أسباب المال وزيادة المال وصلاح الأبناء الماء الصلاة. ما الدليل؟ قول الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، كأنه يقول أمرهم بالصلاة لنكفيك همك ونكفيك غمك ونكفيك فقرك ونكفيك دينك، إذا صليت أنا يا رب لا وأهلك، وأمر أهلك يعني أنت الأول،
ثم أهلك بعد ذلك. ولذلك بعض الآباء لو غاب ابنه عن الاختبار أقام الدنيا وما أقعدها، لكن غاب عن الصلاة الله يصلح قلبه يهديه ربي، وراء ما يهديه ربي يوم غاب عن الفيزياء والرياضيات الله يجزاك خير، يهديه ربه فقط يوم ترك الصلاة. طيب يتركها مرة مرتين، لكن العمر كله. بعض شبابنا أيها الأحبة أيها الآباء، بعض شبابنا يعرف أن مستقبله في دراسته. نعم يا بني تفوق، ادرس، توظف، تزوج، لكن لا تغيب عن الذي بيده أن يحفظك ويسددك ويوفقك ويرزقك ويملأ قلبك إيمان ويجعلك قرة عين. ولذلك تجد الشارع الحكيم ما أمر أن يضرب الإبن إذا أخطأ على أي خطأ إلا إذا ترك الصلاة وقد بلغ العشر. إذا بلغ العشر وأنت تأمره من سبع سنين صل ولا تضربه، ويصل الثامنة ويصل التاسعة ثم وصل العاشرة تضربه، لماذا؟ خوفا عليه، لأن لو تركها بعد البلوغ لربما هدم دينه وهدم إسلامه. فمن حبي لابني أضربه، لكن بشرط أن أأمره برفق وتلطف 3 سنين. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أتى إليه بعض المحتسبين مثل هيئة الأمر بالمعروف، فقالوا له: إنا وجدنا غلاما لم يصلي وقد تجاوز العاشرة، يعني عمره 11-12، أنا أجلده؟ أنا أضربه؟ أنا أعزره؟ قال: اسألوا قبل ذلك هل والده أمره بالصلاة حتى وصل من 7 إلى 10؟ قالوا: إن وجدناه ما أمره. قال: فاجلدوا والده. الله لا يفضحنا. ليه يا ابن ليه؟ لماذا يا شيخ الإسلام؟ قال: لأنه هو الذي فرط في دعوته للصلاة وما استجاب لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي قال: مروا أبناءكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه أنشأ جيلا من الصحابة يحبون الصلاة. أتاه يوم شاب صغير قيل أنه عمر بن أبي سلمة، أتاه ويقول: يا رسول الله، كان يتقرب إلى رسول الله بخدمته، يقرب حذاءه، يقرب الماء للوضوء له، فقال له صلى الله عليه وسلم: سلني، أطلب، سلني. قال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. والله طلبت مهيب صغير ذا، طلبت واحد كبير. ما قال: يا رسول الله أعطني نخل من نخيل خيبر، ويا رسول الله أعطني من الدنانير والدراهم، يا رسول الله حلة أو أرضا، أو زوجني من بيوت الأنصار أو المهاجرين، يفعل صلى الله عليه وسلم. وما قال بالجنة، لو قال بالجنة لربما بشره الحبيب بها، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظوا الصغير وش طلبته: أسألك مرافقتك في الجنة، يعني يبغى الفردوس الأعلى، أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تتفجر أنهار الجنة. التفت إليه صلى الله عليه وسلم، الطلبة كبيرة يا شيخ، فقال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني طلبتك والله عالية وتبي تدخل مع مداخل الأنبياء، إذن أكثر من السجود. وليست هذه بشرى لهذا الغلام الصغير، بل هي بشرى لي ولك ولكل مسلم في هذه الأمة. من أحب أن يرافق نبيه عليه الصلاة والسلام فليكثر من السجود، ليكثر من السجود. تدرون أجمل منظر في الحياة أيها الآباء ما هو؟ يقول لي واحد: عندي أبناء، واللي منهم ما شاء الله وكلهم موظفين، قرة عين، لكن والله يجوني بشهاداتهم ما دمعت عيني فرح. حتى دخلت يوما من الأيام في آخر الليل جاي من سفر، ودخلت البيت ولقيت غرفة واحد منهم الأوسط فيها نور، فتحت بهدوء أبي أطفي النور لأني عارف أنه نايم، فإذا هو في جوف الليل في آخر الغرفة ساجد ويبكي، ودعوته الوحيدة: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
يدعو لأبيه ولأمه أن ينجيهم الله من النار في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، في وقت التنزل الإلهي. وهذا الابن البار يقول: فبكيت. الأب يقول: بكيت وعلمت أن السعادة والجنة يوم أن يخرج الله من صلبك ومن رحم زوجتك شاب يرى قرة عينه الصلاة، وأنه يسأل الله، نسي نفسه ويدعو لأبيه وأمه وهو ساجد بالجنة والمغفرة. نجاح، نجاح. لكن هل الأبناء تكون الصلاة قرة عين لهم حتى يرونا نحن معاشر الآباء يروننا الصلاة قرة عيون لنا؟ حبيبنا كان يصلي للوضوء وفي صلاة وفي الضحى وفي جوف الليل والسنن الرواتب، كان يصلي. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: نظرت إلى الأقدام وهي متورمة ولصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرأة الزوجة التي ترى الزوج يصلي، والابن الذي يرى الأب يصلي، ودائما صلاته النافلة 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 في البيت، يقتدي. ما تلاحظون بعض الأطفال يجي يصلي يسجد على طول، عمره سنتين، يا حليلة ما شاء الله سجد. وذيك الطفلة الصغيرة تلبس خمارا على رأسها وتحاكي أمها من وين. وفي بعض الأطفال يلعن، صحيح، وين جاب اللعنة؟ الله يحفظك، جايبها من فم أمه، من فم أمه أو من فم أبيه، واللي صلى مما رآه من أمه أو من أبيه. المحاكاة من الأبناء للآباء أجمل محاكاة، أن يحاكيك ويقلدك في الصلاة قرة عين. الصلاة معاشر الأحبة قرة عين. يقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها، أي الصلاة، كانت له نور وبرهان ونجاة. يا الله من فضلك. الصلاة نور، أي نور في الحياة. انظر إلى وجوه المصلين، وانظر إلى سمى السجود في وجوههم، انظر إلى سكينة النفس. نحن في زمن السكينة قلت، ترى بعضنا خايف من الخوف نفسه، خايف من بكرة، وخايف من اليوم، وخايف من أمس، وخايف على العيال، وخايف من الفقر، وخايف من المرض، وخايف من كل شيء، ومهموم وضائق ومتشائم. والله إن علاج ذلك نور الصلاة إذا دخل في القلب. خايف ليه؟ العاقبة بيد من؟ بيد الله. فلماذا تخاف؟ لماذا تخاف؟ والأمر كله إلى الله، ومرجع الأمر إلى الله، والعاقبة للمتقين. وكن مع المتقين. كانت له، من حافظ عليهن كانت له نور، نور في قبره، نور على الصراط، نور يوم يجمع الله الأولين والآخرين. أتدري أن كل صلاة تصليها في الدنيا إن كانت إقامة، هي بتأدية، مقيم إياها بنوافلها وواجباتها وأركانها وشروطها، رفعت إلى الله. ماذا تقول الصلاة؟ حفظك الله كما حفظتني. يا الله من فضلك. نعوذ بالله من الثانية، وإن كان مهوجس ويدور المفاتيح الضايعة في الصلاة، ويحاسب العمال في الصلاة، وبيشتري طعام البهم والبهائم في الصلاة، وبيزور أبو فلان في الصلاة، وذاكرين الديون اللي حلت في الصلاة، وبعضهم لو يصلي واحدة إمام في الرياض يقول: يا شيخ صليت صلاة الظهر 6 ركعات والله ما حد قال سبحان الله، ورايحين ظلوا واصل إلى 7 ما عندهم مشكلة، وين اللي 3 صفوف وراء؟ أين القلوب هذه التي شغلت عن لقاء الله؟ من قلة الحياء من الله أن يقف العبد بين يديه ويفكر في غيره. وبعضنا صلى فرفعت إلى الله فردها إليه، وفي الحديث: ترد كالثوب الخلق، الثوب الخلق الثالث، ثم تطوى وتضرب بها وجهه وتقول: هي ضيعك الله كما ضيعتني. بعض صلوات بعضنا تدعي عليه، بعض الصلوات تدعو على أصحابها بسبب تضييعه. بماذا؟ إما تضييع المواقيت، يصلي الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، والفجر متى ما قام، ويوم الجمعة ويوم السبت الله يحفظه حول الظهر،
وتلقاهم لخبط في المواعيد، وبعضهم في الطهارة لا يستنزه من البول، وبعضهم داخل الصلاة ينقرها نقرا. حبيبنا رأى صلى الله وسلم وبارك عليه، رأى رجلا يصلي، فلما انتهى من الصلاة أتى إلى رسول الله فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الحديث الذي يشتهر عند المحدثين بأنه حديث المسيء صلاته. صلى ركع وسجد وسبح، ارجع فصل، أبطل صلاته وأمره بالإعادة، فرجع وصلى، فعاد إليها: السلام عليك يا رسول الله. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يا رسول الله، مرتين يعني، خلاص الأولى نقول أخطأت، لكن الثانية فقد أعطيت كل ما عندي، هذا علمي لا أحسن. وفي قيل في الثانية وقيل في الثالثة: والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك، هذا اللي أعرفه في الصلاة. ثم أمره. ما الذي كان ينقص صلاة ذاك؟ ليس الركوع ولا السجود، إنما هي السكينة والطمأنينة، هي الطمأنينة وعودة الأعضاء إلى مكانها، وتمكين السبعة الأعظم عند السجود، والجلوس بين السجدتين بعد أن يعود كل عظم إلى مكانه. السكينة، اللي يستعجل في الصلاة ما صلى. والعجيب أحبابي، ننقرها ونطلع للدنيا، نطالع لوين؟ هل تركت الله لكي تقابل شخص أغلى عندك من أن تلاقي الله جل وعلا؟ بعضنا يستعجل في الخروج ويركعها نقل. لاحظ إذا صليت بالحالك، وش علوم صلاتنا إذا صلينا بالحالنا؟ نمشي 200 صحيح؟ مستعجلين، الله أكبر، سمع الله. وبعضنا إذا جاء واحد جنبه قال دقه الله أكبر، صلى معه، استقرت أموره وركع ركوع زين، والركعة الأولى والثانية يمشي 200، الله يجزاه خير، وبعدين بدأ يهدي. طيب لماذا لم تصلي هذه الصلاة بهذه السكينة وما كان معك أحد؟ لأن من صلى وحده غالباً فصلاته نقر، صلاته نقر، ليس فقط أن حسناته أقل بل صلاته نقر. وكنا جميعنا يعلم أيها الأحبة أن الحبيب يقول أن صلاة الفذ، صلاة الجماعة، تزيد عن صلاة الفذ وحده 25. تدري كم 25؟ 25 صلاة مثل صلاته في البيت. وفي رواية درجة، يعني اللي صلى في المسجد من الرجال مع الإمام كمن صلى 25 صلاة ضعف الذي صلى في بيته. ولهذا أحبابي، النقر هذا الذي في الصلاة أفقدنا روحها. أنت بين يدي ربك. يقال في قصص الأولين أن رجلاً من السلف قال له ابنه الصغير: أبتاه، كانوا يصلون يجلسون في سطح البيت في فترة الصيف في السطح، فكان الطفل الصغير يصلي مع أبيه آخر الليل، فيقول: أبتي، أين العمود الذي كان في سطح جيراننا؟ في عمود واق، هالعمود من اللي هدمه؟ فبكى والده قال: لم يكن عامودا، هذا جارنا من طول قيامه في الصلاة، يحسبه الصغير عمود، من العمدان اللي في السطح، من طول ما أقام صلبه لمناجاة ربه. نعم معاشر الأحبة، إذا تكلمنا عن الصلاة أي كي تكون قرة عين، أعطيك بعض من الأسباب التي سببت أن الصلاة لا نفرح بها ولا ننشرح لها ولا نبكي لفقدها. وقبل أن أبدأ أعطيك أسباب، أعطيك تساؤلات: هل ترضى أن صلاة المغرب التي أديناها الآن أن تكون آخر صلاة لك في الحياة؟ من منكم أحبابي يقبل أن الله يقبضه بعد صلاة المغرب التي فرغت؟ جميعنا يريد أن نعيدها. لماذا لا نريدها أن تكون آخر صلاة؟ لأننا ما رضينا على خشوعها ولا على مناجاتها، وما بكت عيوننا فيها، وكان القلب لربما حاضر أو غائب. السؤال الثاني: هل أنت تفرح بالأذان؟ هل أنت تفرح بالأذان؟ إذا سمعت الله أكبر مرحبا بداعي ربي وينشرح صدرك،
أم أنك لا يتغير في قلبك عند سماع الأذان شيء؟ إذن قدر الصلاة فيه نقص إذا ما تغير قلبك. الثالث، هل أنت تتوضأ لكل صلاة حتى ولو كنت متطهرا استعدادا للقاء ربك، حتى تخرج الذنوب الصغائر من عيونك وأذنيك وفمك ويدك وقدمك، حتى تخرج من تحت أظفارك؟ أو بعضنا يفكر أنا متوضي مصلي للعشاء بوضوء الظهر، والله يجزاك خير يا أبو فلان، لماذا لم تتوضأ لكل صلاة؟ فإنها عبادة تخرج الذنوب. الرابع، هل أنت تتابع المؤذن إذا استمعت إليه الله أكبر الله أكبر وتقطع الحديث ولا تقبل أحد يسولف ولا أحد يتكلم ولا ترد على الجوال لين ينتهي الإمام المؤذن من الأذان، ثم تسأل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة؟ أم أن بعضنا لا يتابع المؤذن؟ كيف قرة عينك وهو يدعوك ولا تتابعه؟ فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اسأل الله الكريم من فضله. السؤال السادس، هل أنت تختار أفضل ثيابك وتمس أجمل طيبك لكل صلاة، أم أنك تصلي في أي ثوب كان وفي أي زي كان ولا تهتم بلبسك؟ ما علاقة اللباس يا شيخ؟ الله 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 يأمرنا فيقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الذي خلق الجمال هو، والذي خلق اللباس هو، والذي خلق الطيب هو، وأولى من يراه عليك هو. نلبس الثوب اللي مو وسط لصلاة العشاء ثم نرجع للبيوت نغير عشان عرس آل فلان، صحيح؟ بنروح لزواج آل فلان فنلبس أجمل اللباس. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يلبس حللا من أجمل الحلل، كان ذلك في صلاة الليل خاصة ولا يراه أحد، لكن الله أمره. السؤال الذي بعده، هل أنت تنتظر الإقامة للقدوم إلى المسجد أم تنتظر الأذان؟ أصحاب قرة العين ينتظرون الأذان لينطلقوا إلى الله، وأصحاب ضعف البطارية خلنا نقول الإيمان ينتظرون الإقامة. وبعضنا يصب الفناجيل الصلاة، يا أبو فلان بنصلي، قال عندنا مطوع جيد ما هو بيقيم إلا عقب 3 ساعة، تقهو وسولف وخل ناخذ علومك والصلاة لا محقين عليها، الحين فنجالك ما نلحق عليه، وربي اللي نتركه لأجل أن تشرب مرا أو حلوا، هذا من ضعف قدر الصلاة. الله أكبر تجعل كل شيء على كوكب الأرض أصغر وأحقر وأهون وأبطل. الله أكبر، وأجمل نداء يسمعه مؤمن: حي حي على الفلاح. الفلاح ليس في مكتبك ولا في عملك ولا في الفلاح يا عبد الله، الفلاح في استجابتك لأمر ربك. فإذا كنت لا تقوم للصلاة إلا مع الإقامة راجع إيمانك. ابن مسعود رضي الله عنه كان يبادر للصلاة، تدرون متى يتحركون؟ يتحرك قبل أذان المؤذن، إذا يذن إلا ربع أروح إلا ثلث وأدخل وأتابع المؤذن، فإذا ختم دعوت وصليت وجلست وأنتظر الصلاة حتى يقيم، والملائكة على رأس كل مبكر: اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم تب عليه. يلا من فضلك، ليت الأئمة يتأخرون في الإقامة، لأن إذا بكر في الإقامة قطع عليك استغفار الملائكة. إذن ابن مسعود دخل المسجد، فلما دخل قال وجد 3 أهل الإيمان شرواكم، يحب أن يبكر المسجد، فكان يبغى يدخل الأول، فوجد 3، قال: رابع 4 وليس ببعيد. يعني كأنه ربي نفسه، جيت الرابع المرة الجاية بجي الثاني ثم أجي الأول. تصدقون بعضنا ما عمره دخل المسجد وهو الأول، عمره كله لكنه يروح للمخبز الأول، الله يجزاه خير، وللبقالة الأول، والعزيمة أبو فلان الأول، وكلش بالأول لين تجي الصلاة ولا يذهب الأول. السؤال الثامن، هل أنت تفرح إذا أطال الإمام في الصلاة أم أنك تتحقرص بين قوسين، ها تبدأ تتململ
وتبدأ وش سلط واحد من الناس يقول والله يا شيخ قبل أن يهديني الله لقرة العين الصلاة إذا طول الإمام في السجود بدل ما أقول سبحان ربي الأعلى أقول أسأل الله الأعلى أن ينتقم منه، يدعو على الإمام. شوف إبليس وشلون أنطقه، مع أنه في مكان قريب من الله، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فقمن أن يستجاب له، حري أن يستجاب له. يقول حتى دخل الإمام في قلبي فإذا لم يطل قمت عنده قلت لا يا أخي لا تحرمنا لذة شحذة ربي وسؤال ربي، أقرب ما نكون إليه ساجدين فاجعلنا نسأله. فرق الإيمان، فرق الإيمان. السؤال اللي بعده، هل أنت تفرح بتأخر إقامة الصلاة ولا من اللي تلفتون ما عدا الله خير أقم أقم الصلاة؟ مطوعنا نايم ما عقب ما نبدأ ننكت ونغتاب، وبعضهم يقول عقب ما عرس ها بدأت صلاته وسط، واللي يقول بعضنا وتلقاه وهالمطاوعة يأخذونها الرواتب وهم نايمين يحش في وسط المسجد، يعني صلاته اللي بيصليها مهيب له للإمام اللي ما جاء. هنيئاً لذاك الإمام اللي يحشونه بغير حق، أما بحق فيجب عليه أن يعدل نفسه. أعود فأقول يا أخي هل أنت تفرح بتأخر الإقامة؟ إذا كنت ممن يفرح فأنت من أهل الإيمان، تدري لما؟ لأنك في مكان تستغفر الملائكة ودعاؤك قبل الإقامة مستجاب. نسأل الله الكريم من فضله. من اللي يكره أن يدعو دعوة فيستجاب له؟ من؟ ولذلك إذا شفت واحد يناظر في الساعة، واحد اثنين ثلاث ضرب الجرس قال ايه أقم بسم الله أصبر يا ابن الحلال، ثلاث دقائق دقيقتين، بعضهم مسجون في المسجد. أنا لا أدعو أن نؤخر الإقامة لا، ولا أدعو في التساهل في أوقات الناس لا، لكن أنا أدعو نفسي وإياك إذا زادت دقائق أن نفرح بها، لأن الملائكة تستغفر ولأنها تدعو ولأن الدعاء لك مستجاب. أيها الحبيب، بعد هذه التساؤلات أنتقل وإياك أيها أي الحبيب، ما هي الصلاة التي ستكون آخر صلاة لك؟ أتدرون كل من مات صلى صلاة كانت الأخيرة ولا لا؟ أحبابي صلى أبو فلان وطلع على طريق الجوف مدري وين رايح معه وصار عليه حادث جعله في جنات النعيم، والله لو رجعناه للمسجد نقول ترى هذه الأخيرة أن تتغير الصلاة وأن يصلي صلاة الخاشعين وصلاة الباكين وصلاة المنيبين، لكنه صلى رحمه الله وذهب وهو لا يدري أنها الأخيرة. ما العلاج؟ تبغى علاج يخلي صلاتك قرة عين؟ صلي صلاة المودعين، قل لنفسك يا أبو فلان هذه آخر صلاة لك، فما أنت صانع، فما أنت صانع، والله أنت تعدل حياتنا. السؤال اللي بعده، هل أنت تترك السنة الراتبة بعد المغرب ركعتين إلا للمسافر؟ المسافر لا يصليها لأن الله يعطيه أجر ما قام عليه من النوافل في حله وقبل سفره. هل أنت تقوم بالصلاة النافلة؟ صدقون بعضنا يا أحبابي لا يصلي قبل الفجر ركعتين ولا يصلي قبل الظهر أربعا ولا بعد الظهر ركعتين أو أربعا ولا يصلي بعد المغرب ركعتين ولا بعد العشاء ركعتين، مع أن من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. إذا رأيت نفسك، إذا رأيت نفسك لا تحرص على صلاة النافلة فاعلم أن الإيمان ناقص والصلاة ليست قرة عينك. إذا كنت دائما تصلي وتخرج دون أن تصلي النافلة ولم تصليها في البيت فاعلم أنك تحتاج إلى شحن، شحن إيمان، لأن بعضنا الشيطان يصرفه عن بيوت الله ويصرفه عن الركوع والسجود. تدري لماذا؟ إذا سجد ابن آدم بكى الشيطان، لماذا يبكي؟ قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، ولذلك هو يحسدك، فإذا سجدت غار قلبه وتقطع قلبه حسدا لابن آدم، فأرغمه بكثرة السجود، أرغمه بكثرة الصلاة حتى يستسلم. ولذلك إذا نام المؤمن
ماذا يفعل الشيطان؟ يعقد على قافية أحدكم 3 عقد. إذا نمت الفجر ما تلاحظون أحباب ينسهر أحياناً، نسهر تجي وحدة ونشيطين، 2 ونشيطين، و3 ونشيطين، يوم بقى ساعة على الفجر بديت تثاوب. سبحان الله، حتى أن بعضنا يقول خلاص أبواصل أصلي الفجر ثم أنام، ولا تجي النومة الحلوة العسل إلا قبل الفجر بنصف ساعة، نومة كما قيل نومة من ضرب على أذنيه، ينام نومه ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. إذن الشيطان يعقد 3 عقد، وكل عقدة يقول عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ما تلاحظون أنا أقول ما تلاحظون بعض الناس ضايق صدره في صباح؟ في أجمل من الصباح أحبابي، الصباح الجميل والصبح إذا تنفس، وتلقى بعضنا مبتهج وتلقى بعض الطلاب مبتهج وبعض الطلاب ضايق ومكشر. أليس بعض أبنائنا يصلون إلى المدارس ما صلوا الفجر بعد؟ فيه أحبابي ولا ما فيه؟ اللهم اهدِ قلوبهم، اللهم اهدِ قلوبهم، اللهم اهدِ قلوبهم، واجعل الإيمان يا ربي حله في قلوبهم، واجعل الصلاة قرة عيونهم يا رب العالمين. احفظهم بحفظك وحقق لهم فيما يرضيك آمالهم. من أخطر ما يواجه الأبناء أن يصبحوا ولم يصلوا، لأن إذا ذهب ما صلى معناها هدم الركن الثاني من أركان الإسلام، معناها يخشى عليه وعلى دينه. ولذلك من كان يحب أبناءه فليربهم على حب الصلاة من نعومة أظفارهم. إذا نعود للشيطان أعاذكم الله. الشيطان عند النوم، حبيبنا ذكر أن رجلا ذكر عنده نام فاستيقظ بعد طلوع الشمس فصلى صلاة الفجر، ماذا قال عنه صلى الله عليه وسلم؟ قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. أكرمكم الله، لاحظ، لا يكفي أن يعقد بل ويبول أجلكم الله حتى لا يسمع المؤمن أذانا. بل إن بعضنا تقول زوجته أبو فلان إذا قلت له قم صل قام ثائرا كالبركان، أقلبي وجهك ولا تقربينه، لكن لو قالت اقعد نم وخلته نايم وترك الدوام وش يقول؟ حسبي الله عليه، خليتيني نايم حتى ما راح الدوام، وش أقول للمدير؟ أول وش تقول ربي قبل المدير؟ الله يجزاك خير، أنت يا أخي هدمت الطمأنينة في نفسك. ولذلك بعض الأزواج، واسمحوا لي، بعض الأزواج يسوي نفسه ما شاء الله عنتر على زوجته حتى لا توقظه للصلاة، لكنه يلومها لو تركته عند موعد طيران، موعد دوام، موعد دورة، يغضب. فيا عبد الله، لا بد أن يلمس أبناؤنا ونساؤنا في بيوتنا أن يلمسوا حبنا للصلاة وقرة عيوننا للصلاة وتقديمنا لكل أمر كلش إلا الصلاة. ولذلك يقول طفل لطفل آخر، يقول أبوك وش أكثر شيء يزعله؟ قال أبوي أكثر شيء يزعله إذا أخذت السيارة بدون ما يدري. ها بعض الأطفال مثل يأخذها يقول أبوي لو درى أني ما أخذنا المفتاح في رجال عطريها أبشريه، قال إذا قا أخذنا المفتاح وهما يدري لا يغفرها. قال والله أن أبوك حبيب، أنا أبوي كلش إلا الصلاة. يا طيب هالأب، سو اللي تبي إلا أن تترك يا بني الصلاة. ليه يا أبوك؟ ركن الإسلام الثاني ومرتبط بالشهادتين، ولذلك إذا صليت حفظك ربي، إذا ما صليت ما أقدر أحميك من ربي، لا أرزقك هو الرزاق ذو القوة المتين، مستقبلك مو بيدي بيده. يا أبوي لا يعذبك ربي وأنا أراك وتحرق قلبي. أب رحيم، الصلاة يا أبوك صل ولا تخرجها من وقتها، والباقي مثل أحقين، ولو نقصت في أمور الدنيا مثل أحقين،
أنا أقف معك في أمور الدنيا، لكن ما أستطيع أن أصلي عنك، ولا أن أحامي عنك، ولا أن أشفع لك. البيت اللي يربى على أن الصلاة ليس فيها مفاوضات، ولا يمكن أن أقبل أن تترك الصلاة يا بني رحمة محبة. نضرب أبناءنا للابن عشر ليس لأننا نريد إيلامهم، لا والله، نضربهم خايفين عليهم من ربي، والذي أمرني أن أضربه في العاشرة هو ربي، لأن لو بلغ الرابعة عشر أو الخامسة عشر وترك الصلاة يخشى عليه أن يخرج من الملة، فأن يتألم وهو ابن عشر أفضل من أن يخرج من الملة وهو ابن خمسة عشرة سنة. إذن الشيطان يأتينا في النوم فيعقد، وفي التأخير النوم أكرمكم الله ليبول، ثم إذا عجز عنك دخل عليك في الصلاة فيحول بينك وبين الصلاة. وجميعنا نشتكي نقص الخشوع. وقبل ما أبدأ بهالجزئية تصوروا معي، خليك معي، لو أن الله جعل على رأس كل واحد منا شاشة ويطلع في الشاشة اللي نفكر فيه في الصلاة، يطلع صورة، كم واحد ينفضح وتطلع في الشاشة أشياء ما هي بزينة؟ لو أن الله جعل كل ما نفكر فيه على رؤوسنا، وأنا قايل كذا شايفين سعد بن عتيد ما شاء الله خاشع، وأنا تمر خبز وطماط والله يكفينا الشر، ها، ويمر مر تميس ومواعيد ومفاتيح ضايعة، وكل ما فكر فيه طلعت على راسي، وش يقول واحد مر يا سعد استح على وجهك، يا تصلي صلاة صح، يا ضف وجهك يا أخي، أنت عيب عليك أمام الله تفكر في خبز ولا في طماط ولا في مواعيد ولا في. وهذا حال بعضنا مع الله، بين يدي الله ويفكر في أمور سخيفة. طيب لماذا أشغلني الشيطان وما استطاع أن يشغل غيري وأشغل غيري؟ لكن غيرنا في ناس قرة عين، لو سقط الجدار ما درى. ولذلك يقال أن بعض السلف كان يصلي في بطن المسجد، يعني في الخلوة تحت في مكان الدفا، فسقط جزء من المسجد فهرع إليه أهله يطلعونه، المسجد ما طاح إلا الجزء الأيمن، فأتوا إليه فوجدوه في الجزء الأيسر يصلي، فلما انتهى قالوا الله يمسيك بالخير المسجد طايح، قال والله ما شعرت به. الله المستعان. وبعضنا إذا رن الجوال طلعه، وإذا صارت رسالة واتس فتحها، إن كانها نكتة ضحك وهو في الصلاة بين يدي الله. وبعضهم تجده أكرمكم الله بين يدي الله ينظف أنفه، يعدل غترته، يلبس ساعته، ينزل كمه، يهرش في بدنه، يتثاءب، وتلاحظون بعضهم يتثاوب وهو يقرأ، يلا اسمع، هذا أقبح ما تسمع من الأصوات، يقرأ وهو يتثاءب، وبعضهم يتمطى، وبعضهم يرفع الصوت، وبعضهم يهرش، وبعضهم يقطر ماء، وبعضهم يقطر رائحة كريهة، وهو بين يدي الله. إذن أيها الأحباب، الشيطان يأتي للمؤمن المصلي في الصلاة فيحول بينه وبين صلاته. وحلنا معه الخشوع لكي تكون الصلاة قرة عين، يبدأ من البيت، هو يبدأ إذا دخلنا المسجد، يبدأ من البيت، أن نتابع المؤذن، أن نمشي إلى المساجد بأقدامنا، فالمشي إلى المسجد بالقدم كفارة ترفعك درجة خطوة وتحط عنك الخطوة الأخرى سيئة، نسأل الله الكريم من فضله. ثم استعذ بالله عند خروجك من بيتك، بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ثم امشي ولا تشخص ببصرك في الناس، اجعل عينك خاشعة حتى تأتي وتدخل المسجد بقدمك اليمين، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسأله من رحمته، ثم تبكر وتأتي إلى المسجد والصف الأول. بلا شك هو أفضل، لو علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. اللي يجي حط فلوس عشان تصلي في الصف الأول، حط مال، هذا لو كان،
ثم تصلي على يمين الصف الأول أفضل من اليمين من يسار الصف الأول، لأن الحبيب يقول إن الملائكة لتصلي على ميامن الصفوف، والصف الأول بلا شك أفضل. تصدقون يا أحبابي إن بعضنا ما يتألم إذا لم يجد مكانا في الصف الأول، عادي الصف الرابع الخامس وقدامه 17 صفوف لهم شيء صلى، وبعضنا حتى ما يتألم إذا فاتته تكبيرة الإحرام. من معاني الإيمان في قلبك وحب الصلاة أن تتألم إذا فاتتك تكبيرة الإحرام وليست الصلاة. كان بعض السلف يزورون بعضا لتعزيتهم، يعزونه، أحسن الله عزاك، مات ولده؟ لا والله ما مات. زوجته؟ لا والله، لكنه نام عن صلاة العصر، فاستيقظ وقد خرج الناس من المسجد، فيبكي حتى من بكائه وحزنه يقعد، فيزورونه ويذكرونه الأجر عند الله، وعسى الله أن يتوب عليك. الله المستعان. وفي الحديث من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله، أي كأنما ماتت آزر أسرته كلهم، راحوا في صالون ومسح مات، كأنه مات كل أهله لمن ترك صلاة الفجر مرة واحدة العصر. إذا كان ذلك بتفريط منه، يجي واحد يقول الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3 والنائم حتى يستيقظ. النائم يا أبو فلان 15 سنة، اتق الله في نفسك، لك 15 سنة ما تصلي الفجر جماعة، النائم مرة في العمر، مرتين، 3 مرات، وش معنى ما نمت يوم من الرحلة؟ الله يجزاك خير، وجاي من الرياض للجوف، ما نمت يوم الرحلة في الطيران، ولا نمت يوم الكشتة يومك بتطلع في شعيب ها الفلاني، ولا نمت الله يحفظك يوم رحت تخطب ذيك المرة الطيبة، ولا نمت يوم جيت تدور السلف عند أبو فلان مسنترن عند بابه لين جاء الله يجزاك خير ومبكر، وراك يا أخي ما تنوم ولا تسهو إلا في الصلاة. ولماذا؟ لذلك هذا لقدر الصلاة في قلبه. لذلك أيها الأحبة، الشيطان يثقل الصلاة علينا، وبعضنا يدخل عليه في صلاته، تبدأ في الصلاة إذا المسلسل تدخل المسجد ثم تكبر، تكبر وتفهم معنى الله أكبر. أحبابي لماذا يرفع انظروا إليه، أليس نحن نكبر هكذا؟ الأيادي مضمومة وبطون الأكف إلى القبلة، وفي روايتين إما على حذو المنكب الأذنين رفع اليدين أو إلى المنكبين، كل هذا صحيح. ونقول الله أكبر قبل ذلك، ليه نرفع الأيادي؟ هذه إشارة الاستسلام، كأنك لو كنت أمام عدو فقال استسلم، ماذا تفعل؟ العدو ترفع يديك، أنت أمام الله تستسلم لتظهر ضعفك وعبوديتك، هو المعبود وأنت العبد، يا ربي أنا الضعيف وقد وقفت بين يديك وأنت القوي، أرجو رحمتك وأخاف عذابك. الله أكبر وأكبر حتى يكون كل من خلف يديك وخلف دنياك وظهرك أصغر، استشعار التكبير يجعل الدنيا حقيرة. أنا ليه أحمل هم الدنيا وأنا بين يدي من له الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى؟ لماذا أحمل هم الدنيا ولن يجري في ملكه إلا ما أراد، وليس هناك حول ولا قوة إلا بيده، وإنا له وإنا إليه راجعون؟ ليه أشيل همها ثم بعد التكبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ مباشرة استعذ بالشيطان، بالله من الشيطان الرجيم، حتى يحول بينك وبين عدوك فتناجيه سبحانه وتعالى مناجاة المؤمنين. والشيطان الرابع قلنا إما أن يصدك بالنوم، أو أن يصدك قبل الصدود إلى الصلاة ذهاب للصلاة، أو عند دخول المسجد، وأحيانا الشيطان يحول بينك وبين الصلاة بالوسوسة، الوسواس، وضوءك مو هو طيب، الريح خرج منك، رأسك ما مسحته، توضيت خرج منك قطرة بول، ما غسلت الوجه كاملا، القدمين ما بلغت الكعبين، والشيطان يعطيه اقتراحات. وبعض عباد الله معذب من عدوه، معذب من عدوه، سجن بعض المصلين في الحمام أجلكم الله،
هذا المسجون الموسوس تقي، تقي مؤمن صالح والصلاة قرة عينه. طيب لماذا ما جمعنا، لم يأتي عندنا لكي يصلي؟ لأن الشيطان خوفه من الله حتى قال ويل لك منه، أتصلي وأنت لم تنزه من البول مثلا وهو كاذب. نقول للموسوس يا أخي لا تلتفت إلى عدوك، وتوضأ وضوءا واحدا، وإذا توضأت بعد دخول الوقت حتى لو خرج الريح منك، حتى لو خرج البول منك، حتى ولو شككت في مسح رأسك أو غسل وجهك أو غسل اليدين، وضوءك صحيح، وضوءك صحيح، لا ترجع ولا تعيد ولا مرة، فإن الذي شككك هو عدوك، يريد أن يحول بينك وبين صلاتك. والله رحيم، والله غفور، والله منان. هذا الخطاب للموسوس، أما غير الموسوس فلا. لذلك أيها الأحباب، يحول الشيطان بيننا وبين صلاتنا حتى لا تكون الصلاة قرة عيون لنا أو قرة عين لنا.